ميلادنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة إفن زهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، الأصدقاء ذوما نشطين محلاهم. صايمين كالعادة ولا فاترين؟ فاترين. قالوا لي رانا نحن فاترين، وفما بعض الأصدقاء صايمين أما شربوا قهوة ورجعوا للصيام نتاعهم. عسلامة. عسلامة. شنو حوالك؟ لاباس. صايمة ولا فاترة؟ صايمة. هي صايمة صحية. تسحرت؟ أي هكا هي تسحرت. قل لي اسمك ساعة؟ اسمي يقين. اسمها يقين، ما شاء الله. يقين مع الدكتور كيتس. شنو نعملوا حصة جميلة. يقين شكون انت؟ يقين النهار. يقين النهار. قداش عمرك يقين؟ 6 سنوات. عمرها 6 سنوات، ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها 6 سنوات وهي مزيانه وجميله. هيا قل لي انت توا في رمضان تعاون ماما في الكوجينه؟ اي نعاونها برشا حاجات. هيا مالا اعطينا مالا، شفاش تعاون في ماما؟ قلها ماما تعطيني نعملك حاجه هي باهيه، قولها مثلا تعطيني نعملك بريك، تقولي اين عمل لي عايش بنتي. كيفاش نعملوه نحن البريك؟ اي نحضروا الورقة ونبدو نحضروا هكا هكا، نخلطوا في الخليط، بعدك نصب ونعملوا هكا في القلاية. وانت تعمل في القلاية؟ وانت توصل للغازة وتطلع على الكرسي؟ تطلع على الكرسي هكا هو صحي. دكتور جيل على حياة ابن. عسلامة. عسلامة. شنو حوالك؟ لاباس. سافا انت؟ سافا. شو اسمك يا مزيانة انت؟ اسمي آيات. اسمك آيات ولا حياة؟ آيات. اسمها آيات من الجمال ما شاء الله. آيات شكون انت؟ آيات النهاري. اسمها آيات النهاري. قديش عمرك يا آيات؟ 5 سنوات. انت قد ستير؟ لا. انا هي ذيك شو اسمها ستي ذيك؟ ستي سارة. ستي سارة. وستي هذيك؟ ستي رجاء. ستي رجاء. انت قدم عمرهم 5 سنوات زاد هما ولا اقل؟ هما اكثر. قديش تعرفش قديش؟ ما عرفش. ما تعرفش. هاي قل لي ساعة انت يا ايات، انت صايمة ولا فاترة؟ صايمة. باب قديش قعدت تصوم، ساعة ولا ساعتين؟ فاترة. افطرت بكري؟ انت وشكون افطرت؟ وحدي. شنو افطرت احكيلي قل. قهوة. قهوة كهو؟ قهوة وشمية. قهوة وشمية. وخذيت معها مع ضيمة وشوية خبزة؟ شوية عادة، مش نسميش فطور قوي. قهوة وشمية يزمك تاكل معاهم حاجات أخرى باهي؟ صحيتوش معاهم الحليب مثلا باش كي تصيم ما تجوعش هكا ولا؟ وشكون ياخذ يصيم معاك في الدار؟ ماما. ماما تصوم وانت تعاونها ماما في الكوجينة؟ لا ننصر معها بس قهوة. وعليش ما تعملش كوجينة تعاونها انت؟ ولا انت ما تحبش ولا ماما ما تخليكش؟ نزبط معها الحقوق. هكا هو دكتور جيلز على حياة ابن. معايا طفل جميل ومزيان وعاقل. عسلامة. عسلامة. شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله. شو اسمك انت؟ هارون. اسمه هارون. محلال اسمه ذي هارون. شنو انت؟ برويسي. هارون برويسي. هارون البرويسي. اسمك كيما هارون الرشيد، هذا كان ملك معروف هارون الرشيد. قديش عمرك يا هارون؟ 10. عمرك 10؟ أوه. هو عمره 10 هو؟ هاي قل لي هاي. 5. عمره 5. طلع ليش هو غلط؟ هو عمره الحقيقي 5، أما هو غلط خاطره صايم هكا ولا؟ ما فطرتش اليوم؟ فطرت. ما فطرش هذاك علاش هو صايم؟ شربت كان الماء فقط؟ وانتي تعاون ماما وبابا في الكوجينة ولا؟ متعاونهمش. عليه متعاونهمش؟ تقعد تلعب بالتليفون؟ ماما تخلينيش. ماما ما تخليوش صحيت. خاطرك انتي عاقل برشا وعندك خواتك انتي، ما يعاونوش مع ماما في الكوجينة؟ ولا انتي مغروم بالقراية؟ مغروم بالقراية. دكتور جيل على حياة ابن. نهارك زين. شنو حوالك؟ لاباس. لاباس الحمد لله. شو اسمك انت يا مزيانة؟ آلاء. اسمها آلاء. محلى اسمها آلاء. شكون انت؟ آلاء العمراني. اسمها آلاء العمراني. قديش عمرك يا آلاء؟ 5 سنوات. عمرها 5 سنوات. وانت صايمة ولا فاترة اليوم؟ صايمة. صايمة. من وقت ايش صايمة قولي؟ من الصباح وهي صايمة. ما فطرت شيء ولا كليت ولا شربت كان كاس حليب؟ شربت كاس حليب. هي شربت كان كاس حليب. وشنو اخر؟ وعظيمة. وعظيمة صح.
صحيت اي باهي كاس حليب وخذي شويه خبز خفي صحيت صح البنتي هي خذيت كاس حليب وعظيمه وشويه خبز وفما دقله ولا فام وزيت زيتون فام وان شاء الله هذه تسمى غذاء صحي ومتكامل هكا ولا نعم. نعم صحيت اي قل لي انت تدخل الكوجينه مع ماما في رمضان ولا ندخل ايش تعمل في الكوجينه قل نعاونها ايش في المعون هي تعاونها في غسل المعون وشنو اخر نطيب لها الفطور وشنو الفطور اللي طيبه لها كسكسي ما شاء الله وانت تعرف طيب كسكسي هاي قلنا كيفاش نجم نطيب كسكسي مع اصدقائنا يسمعوا فيك انا نمد نتاع الكسكسي هذيك ونحط في الكروينه ونبدا نطيب فيه ما شاء الله وشنو اخر باش نطيبوا كسكسي باش نزينوه من فوق الكسكسي بالحمص اي وشنو اخر البصل والبصل صحي تحمص وبصل وشنو اخر اللحم باللحم اي بيه كسكسي باللحم بيه وذي كلهم دي تعملوه ما شاء الله علي اعطيه تسويق راهي طيبت لنا كسكسي باللحم جميل ونقول لكم شاهي طيبه دكتور كيدز